السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن تخلي واشنطن عن السعودية والإمارات ويستذكر قصف عين الأسد. إن لم تكن مشتركا فالقناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة تدعم أدواتها ما دامت تعود بالنفع عليها، مؤكدا أن واشنطن ستترك في المستقبل السعودية والإمارات أدلاء بائسين. وخلال مراسم احتفال بمناسبة 10 الفجر أعياد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف: إن أبناءكم في القوات المسلحة يبذلون قصارى جهدهم لصيانة أرواح المواطنين والدفاع عن جغرافيا الوطن وحماية الثورة الإسلامية، وقد أثبتوا في العمل كيف يتصدون في الساحة الأمريكية العدو الأول للأمة الإسلامية. وتابع رمضان شريف: لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرات تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلننا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ عين الأسد في العراق، حيث أدركوا أنهم يواجهون إرادة راسخة وسدا فولاديا لأبناء الثورة والقيادة. وأضاف إنهم وبعد 20 عاما غادروا البلدان المجاورة لنا، ويقصد أفغانستان بكل ذل ومهانة، لافتا إلى أن أساس توجهات أمريكا مبنية على نهب الشعوب وهي لا تلتزم بأي شيء آخر. واستدرد المتحدث بالحرس الثوري: ستشهدون أن الأمريكان سيتركون السعودية والإمارات في المستقبل أدلاء بائسين بما لا حد له، والدليل الواضح على ذلك هو أنهم يدعمون أدواتهم ما دامت تعود عليهم بالنفع. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.